أهلا بكم من جديد. وزعت قوات المقاومة الوطنية معاونة إنسانية على الأسر الفقيرة والنازحة في المخا غربي تعز، بناء على توجيهات قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله صالح، وبدعم من الهلال الأحمر الإماراتي. شملت أكثر من 2850 أسرة في المدينة عبر 7 مراكز توزيع، 3 منها خارج المدينة و4 في داخلها. بدعم من دولة الإمارات العربية وبدعم وبتوجيه من العميد طارق محمد عبد الله صالح، نحن اليوم في هذه المدرسة المركز الأول التي تم تقسيم المخا إلى 4 مراكز، من هذه المدرسة التي نحن نقف فيها وعددها 458 حالة. تأتي هذه المعونات بعد أن تم استتباب الأمن والاستقرار، والآن يأتي دور الغذاء. بدأت التنمية، بدأت في التطور، بدأت في البناء والإعمار، والمخا الآن مقبلة، مش مقبلة بل أقبلت على صرح اقتصادي كبير بفضل الأمن والاستقرار. اليوم تدشين الحملة الغذائية المقدمة من قبل العميد طارق محمد عبد الله صالح الذي نتمنى له كل خير وعافية، ويتم اليوم تدشين على في هذا المركز، مركز مدرسة الشاذلي، على 4 حارات، هي حارة عبد القادر وحارة العمود الصغرى وحارة الشاذلي وحارة القعدي. عدد الحارات اللي بيستهدفها مركز مدرسة الشاذلي أكثر من 400 أسرة، أكثر من 400 أسرة معدمة وفقيرة. نرجو من الجميع، حظوا ما يقوم به العميد طارق من تقديم المساعدات للمساكين والفقراء والمحتاجين. أشكر القيادة الحكيمة ممثلة بالعميد طارق محمد عبد الله صالح حفظه الله، ثم القيادة التحالف ممثلة بالإمارات العربية المتحدة على المساعدات الإنسانية التي قدموها وسيقدمونها للأسر الفقيرة والمحتاجة والأرامل والأيتام بمديرية المخا. نشكر المقاومة على هذه المساعدة على المواطنين،